الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتخلق بخلقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أيها الحضور الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها السادة الأعزاء، ها نحن اليوم نودع هذا الرجل، وها نحن اليوم نودع والد أخينا وصديقنا ومحبنا الحاج فلاح. أرجو الله أن يكون من الفائزين وأن يكون من المفلحين. آمين. كتب الله لي أن أعرف هذا الرجل 1993، وكنت مريضا في مساحة من المساحات في مدينة أكادير، وجاء لزيارتي مع أحد الأصدقاء. هذه بداية معرفتي به، وعرفته والحمد لله كما عرفت ولده وعرفت أصدقاءه، وها هو اليوم ينتقل إلى الله كما سننتقل نحن، ها هو انتقل إلى الله كما سننتقل نحن. إذا كنا أيها المؤمنون قد شيعنا هذا الرجل إلى قبره وودعناه وسنودعه، علينا أن نعلم أننا في يوم من الأيام سيمسى بنا إلى هذه المقبرة أو إلى مقبرة ما، لا ندري أين نموت ومتى نموت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والله لا ندري متى وأين وكيف، ولكن جميعا علينا أن نطلب الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا ممن يختم لهم الإيمان والإسلام، وأن يكون آخر ما نودع به هذا العالم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهنيئا لمن مات على توحيد رب العزة، وهنيئا لمن ثبته الله سبحانه وتعالى ومات على التوحيد، وهنيئا لمن عاش محافظا على دينه. قبل قليل كنت أنظر إلى جنازة فيها المئات من الناس، ولكن الذين صلوا على الجنازة قلة. علينا أن نعلم أيها السادة الأفاضل إن أول ما نسأل عنه في قبرنا كما يسأل وسيسأل هذا الرجل: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فمن مات مسلما موحدا عارفا لربه سيكون جوابه: ربي الله. والرجل الذي يسأل عنه يقول: رسول الله، محمد رسول الله. وحينما يسأل عن دينه يقول: دين الإسلام. لكن من عاش تائها، من عاش منهمكا في طلب حطم الدنيا ناسيا لمولاه وناسيا لدينه، كيف يكون جوابه؟ والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. نرجو الله أن يحفظنا وأن
لا نكون ممن سيضلون عن الجواب الصحيح وسيضل الله سبحانه وتعالى. يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فهنيئا لمن يودع الدنيا بالشهادتين، ولمن يجيب عن الأسئلة الثلاث، ويا حسرة من عاش تائها ضالا غافلا لا يدري من ربه ولا يدري من نبيه ولا يدري ما دينه. ولهذا أيها المؤمنون علينا أن نعتبر بهذا الرجل الذي نودعه عاش وأكل وشرب ولبس وحمد الله وشكر الله، ولكن في الآخر انطبق عليه كما ينطبق على كل خلق من خلق الله: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس أيها المؤمنون لا ينجو من الموت أحدا، لا ينجو من الموت أحد. كلنا سنموت وكلنا سنرحل وكلنا راحلون إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحن اليوم علينا أن نعلم أننا سنسأل عن ديننا، فرائض ديننا، عن الحلال والحرام، عما وجب الله وفرضه علينا، وسنسأل عن عقيدتنا وإيماننا، وسنسأل عن معرفة ربنا، وسنسأل عن معرفة نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي لنا إذا زرنا المقبرة أن نزورها ونحن غافلون، وإذا شيعنا موتانا لا يجوز لنا أن نشيع موتانا ونحن غافلون. لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم وفقنا لشكر النعم. آمين. وفقنا لمعرفتك وطاعتك ومعرفة نبيك وطاعة نبيك والسير على نهجه، واجعلنا من المحافظين على فرائض ديننا، نحل ما أحله سبحانه وتعالى ونحرم ما حرمه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نضرع إليك في ساعتنا هذه، ونبتهل إليك في ساعتنا هذه، وفي هذا المقام وفي هذا المكان وأمام هذه الموعظة الحية التي ننظر إليها. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك الكريم وبحبنا لنبيك الأمين وبحبنا للصالحين من أمة هذا الرسول الكريم وبحبنا لأهل الفضل وأهل الخير. اللهم إنا نتوسل إليك ونضرع إليك ونقرع بابك. اللهم استجب دعاءنا في الحين ولا تردنا خائبين، يا قدير يا مستدير ويا نعم المولى ويا نعم النصير. بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روح هذا الرجل الذي نودعه اليوم. اللهم اجعل مقامه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل مقامه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم نورا له في قوره ونورا له في حشره ونورا له عند لقائك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله له حجة ولا تجعله عليه حجة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأحسن ضيافته وثبته عند المسألة يا كريم. اللهم ثبته عند المسألة يا كريم. اللهم ثبته عند المسألة يا حليم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام.
الذرية ديالو الولد ديالو اللهم ارزقهم الصبر والسلوان اللهم متعهم بالصبر والسلوان ومتعهم برضاك ومتعهم بما يكنونه لأهل الفضل ولأهل الخير من حب وتقدير وتكريم. اللهم بارك في أخينا هذا، اللهم بارك في صحته وبارك في عافيته وبارك في بدنه وبارك في روحه وبارك في حياته وبارك في دينه ودنياه. اللهم إنك تعلم أننا نعلم أنه من المحافظين على الصلاة في الجماعة والجمعة، فزيد توفيقا منك يا أكرم الأكرمين آمين. يا أرحم الراحمين واجعله صدقة لوالده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعل أولاده كذلك جميعا، اللهم اجعلهم ذرية صالحة تدعو لهم الرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم ثبت أهله بالصبر والسلوان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا في بريك وبحرك إلا سلمته وغنمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أهل هذه المقبرة جميعا آمين. اللهم ارحم أهل هذه المقبرة جميعا آمين. اللهم اجعل حلول هذا الرجل حلول رحمة عليهم يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم اجعل حلوله حلول رحمة عليهم جميعا يا أكرم الأكرمين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم ونور أضرحتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واعط بلدك البيت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عملت سوءا فظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله.